لم يحظى فنان أبدا بما حظي به الموسيقار فريد الأطرش، وأعني استقباله في المطار من طرف ملكين. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. فيوم 14 من شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 1964، وقد صادف يوم السبت، قام المغفور له بإذن الله الملك حسين بن طلال عاهل الأردن بتقليد الموسيقار فريد الأطرش وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وهو الوسام الذي لا يهدى بحسب البروتوكول الأردني إلا لرؤساء الدول. وكان ذلك التشريف والتكريم بمناسبة اشتراك الموسيقار فريد الأطرش في السهرة التي أقامها نادي الضباط في عمان بمناسبة الذكرى 29 لميلاد الملك حسين. وقد غنى الموسيقار في تلك السهرة مبروك مبروك عقبى المية. وكان الموسيقار فريد الأطرش قد سافر إلى عمان مساء الجمعة ترافقه الفرقة الماسية، وبقي فرقته في عمان 3 أيام. وبعد، فإن الملك حسين لم يقم في حياته باستقبال مطرب استقبال الملوك وتوديعه توديع الملوك إلا الفنان الأمير فريد الأطرش، فقد استقبله في مطار عمان وكان برفقته ملك العراق المغفور له بإذن الله فيصل الثاني، وذلك لما دعي الموسيقار إلى العاصمة الأردنية لإحياء حفل زفاف الملك حسين من زوجته الأولى الراحلة الدكتورة دينا عبد الحميد، الذي تم في 19 من شهر أبريل نيسان عام 1955. ومن أجل الذكرى تجدون في صندوق الوصف رابط الأغنية المنوه بها، ولحظات ممتعة. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.